بين الموارد المائية الباطنية التي تكتنزها ولاية البليدة واستراتيجية السلطات الولائية لتثمينها، أنقاب جديدة بين المدعمة والبديلة تدخل الخدمة في كل من بلديات مفتاح، بوينان، الصومعة، بن مراد، بن تامو والشفة. وضعنا في الخدمة أكثر من 12 بئر، وفي نهاية شهر جويلية سوف كذلك تعرف العملية وضع في الخدمة 34 بئر إضافي، على أن تستكمل كل هذه المنهجية في النصف الأول من شهر أوت بإضافة 15 بئر جديد، أي بمجموع 58 بئر إضافي. وبين المشاريع المجسدة وأخرى طور الإنجاز، مخطط مدروس لتمويل المواطن بالمياه الصالحة للشرب. 50% يوم بيوم، وعندنا حوالي 30% بصفة يومية، وعندنا حوالي 20% ثلاث أيام فما فوق. كان هناك يعني ثلاث أيام، كان لي أربعة أيام، يعني بصفة منتظمة الناس توصلها المياه الصالحة للشرب. هو تحد رفعته الولاية، أهلها أن تكون خارج الدائرة الحمراء فيما تعلق بتوفير عنصر الحياة.